اكيد ان القيمه ديال الجبن تختلف باختلاف النوعيه ديال الجبن اللي تناكلو ولا لا تنبيل العيش. نعم، فالقيمه ديال الجبن تختلف باختلاف اولا المصدر اللي هو البقره في الاول اشنو واكله، الحليب اللي عطاتنا كيفاش تصايب هذاك الحليب، درجه الحراره اللي داز فيها هذاك الحليب باش يعطينا النوع ديال الجبن، اش من نوع ديال الجبن اللي كاين، لان الا جينا نشوفوا في العالم كاين اكثر من مئات الانواع ديال الجبن اللي يقدر يكون. كاين بعض الاجبان اللي تتكون عندها واحد الشهره عالميه اللي الكل تعرفها، بحال اللي خدينا مثلا لي كريم دو غوييير اللي هما اللي تنشريو عاده المثلثين ولا المربعين، كاين من بعد كاين الكامونبير كاين الى اخره، ولكن الاختلاف كاين في كاين جبل البلدي كذلك، كاين جبل البلدي، كاين ريكوتا. نعم، الوغ الاختلاف تيكون في طريقه التحضير ديالو، يعني في طريقه التحضير كما قلت على شحال ما حيدنا هذا الماء، شحال ما تتختلف القيمه الغذائيه ديالو، شحال ما درجه الحراره ارتفعت، شحال ما القيمه الغذائيه تتختلف كذلك، والمده ديالو شحال بقى، لان كاين جبن اللي يقدر يبقى مده طويله في درجه حراره عاديه، وكاين جبن اللي خص ضروري يدار في واحد درجه الحراره اللي هي 6 ولا 5 درجات حراريه. نبداو في واحد درجه الحراره اللي هي 6 ولا 5 درجات حراريه. نبداو بالاعلى قيمه، شنو هما الاجبان اللي مفيدين للصحه ديالنا؟ الو واخا غنجاوب باش نجاوبك على هذا السؤال. الجبن فيه ثلاثه ديال العناصر الرئيسيه ولا نقدر نقول اربعه. العنصر الرئيسي الاول هو البروتينات، دونك فيه نسبه كبيره ديال البروتينات، فيه نسبه كذلك ديال الدهنيات، وهذه نسبه تختلف بشكل كبير. فيه نسبه ديال الفوسفور ما تنردولهاش البال، ما تنهضروش عليه بزاف، ولكن النسبه ربما الاغلبيه ديالنا ملي تناخذوا الفرماج على ود الكالسيوم. هنا غادي نعطيك واحد الا بغينا نقولوا واحد في التجربه ديالنا كيفاش نعرفوا شنو هو النوع الفرماج اللي فيه الكالسيوم بزاف، لان الحليب والمشتقات ديالو اللي هما الفرماج تناخذهم بزاف على هذه الحلقه ديال اللي هما الكالسيوم. من بعد تنمشيو بطبيعه الحال كاين الدهون اللي تتختلف من جبن اخر. غير انا بغيت نشير ان ملي تنهضروا على فروماج لايت سا فو با دير فروماج 0% ماتيير غراس، لان الفروماج فيه نسبه عاليه من الدهون. الناس اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول او ارتفاع في ثلاثي الجليسيريد او عندهم ارتفاع في الضغط الدموي لان فيه نسبه كبيره كذلك ديال ماده الصوديوم تيخصهم يردوا البال. الا شفنا فروماج لايت سا فو با دير ما فيهش دهون، صافي فدي فيه نسبه قليله ولكن ماشي 0%، 0% خصنا نشوفها مكتوبه. باش نعرفوا الفخوماج اللي فيه نسبه الكالسيوم بزاف، مساله سهله وبسيطه جدا. شحال ما كان الفخوماج قاصح، شحال ما نسبه الكالسيوم تتكون مرتفعه. شحال ما كان لاباط ولا الفخوماج رطب، شحال ما نسبه الكالسيوم تتكون منخفضه. واضح. هذه الا بغينا نعرفوا، الوغ تتجي بالنسبه للكميه اللي خاصنا ناخذوا ديال كل فخوماج، من بعد تيبقى بطبيعه الحال الذوق والمذاق ديال كل واحد، كيفاش شنو هو اللي تيعجبوش واللي ما تيعجبوش. كاين مثلا اللي ما تعجبوش ديال المعزي، كاين اللي ما تعجبوش، كاين اللي بريفير المعزي على البكري، كاين اللي الفرماج الاحمر كنستعملوه بزاف، تنستهلكوه بزاف، يعني كنلقاو في البيتزا ولا في لي ساندويتش ولا تنصوبو حتى في الدار الفرماج الاحمر. نعم دور. واش كي سي لي دام واش كيغلط تيغلط في رمضان؟ لا سي فري سي فري، عادي تديرو اللي تتكلم. لا سي فري، حيت في رمضان كنديرو ديال بتيت بيتزا تنصوبو الشهيوات بهذاك الفرماج الاحمر. بصح الا كان الاستهلاك ديالو كثير غادي يغلط، لان فيه الليدام حتى هو، ربما ما تنردوش البال الليدام اللي كاين في الفخوماج، لان ما تيبانش. دونك ناخذو موتزاريلا باش اذا بغينا نديرو، ولكن الكالسيوم فيه كثر لانه قاسي. هو شوف هو تتبقى الكميه اللي غادي تاخذ. دابا خصنا نعرفوا شنو غناخذوا دابا في رمضان، شنو هو الفرماج اللي خصنا نستعملو. انا بالنسبه لي جميع انواع الفرماج يمكن لا تستهلك، ما عندناش مشكل، غير هو الشيء الا مشيتي لهذاك المثلث ولا لهذاك المربع وخديتي ثلاثه ولا اربعه في النهار راه غادي يقدر يدير لك الزياده في الوزن. خديتي وحده في النهار ما عندها ما دير لك. الا مشيتي نفس الشيء الفرماج اللي تنسميو حنا الفرماج غوج ولا الفرماج الاحمر، الا غتاخذي واحد الطريف ديال واحد 20 غرام ولا 30 غرام راه ما عندناش مشكل. دابا شكون اللي كيغلط كثر، موتزاريلا ولا فرماج احمر؟ فرماج احمر كيغلط كثر. حلاش؟ حيت الموتزاريلا ما تديريش دي ترونش كبار، موتزاريلا دونك لا ولكن في موتزاريلا اللي درنا في بيتزا راه غادي تعطينا نفس ليفي ديال المشكل. اللي درتي في البيتزا سيكو البيتزا ديجا فيها ليدام ديالها، ولا درتي بها الكفته فيها الكفته ديالها وفيها الفرماج ديالها من الفوق، دونك تولي هذيك البيتزا عامره بليدام واخا حنا ما تيبانلناش. هذا هو المشكل اللي كاين في الموتزاريلا. نديرو ماتيشا وموتزاريلا ماشي مشكل، فهاد الساعه ما غاديش يغلطك لان الكميه ديال الفرماج اصلا اللي تنديرو في البيتزا. كنوجدو رمضان استاذ، وبعيدا على الغلط دابا نمشيو للصحه، ما هو الصحي اكثر؟ عرفنا بان الكالسيوم تيكون كثر في الفرماج اباط دور اللي قاصح. بالنسبه للاجبان المغربيه اللي تنستهلكوها في رمضان كثير، الجبن العادي البلدي، واش القيمه الغذائيه ديالو واش فيه قيمه غذائيه من بطبيعه الحال؟ كلها فيها قيمه غذائيه، وقيمه غذائيه اللي هي مهمه. علاش؟ لان الاجبان في طريف صغير كاين هناك التركيز
ديال هاد الاملاح المعدنيه اللي هضرنا، لان ما خصناش نستخفوا بالكالسيوم والفوسفور اللي هما عنصرين، لان اكبر كميه ديال 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 الاملاح المعدنيه اللي كاينه في الجسم ديالنا ديال الملح المعدني اللي تلقاو بزاف هو الكالسيوم. فالاحتياجات ديالنا تقريبا هي بين 800 ملي غرام حتى الغرام في اليوم. فباش نسدوا الاحتياجات ديالنا بالاغذيه اللي تنعتمدوا عليها هي الجبن. غير انا ما بغيتش ان الناس يمشيو في الاتجاه ديال يسمعونا تنهضروا على الكالسيوم الكالسيوم ويتوحوا في الفخ ديال انه غير لي الفرماج حاضر في الفطور وحاضر مع العشره وحاضر في الغداء وحاضر في الشيء. ما خاصوش يكون هكا. يعني بورسيون وحده في النهار تنهضر على بورسيون 20 غرام ديال الفخوماج في النهار. كان جبن كان كيف ما بغى يكون كيف ما بغى يكون يعني معلقه كبيره كاع الا كنا غادي نهزوا مثلا جبن معلقه كبيره، كنا غنمشيو للطريفات يعني هذوك اللي تيتباعوا اون مورسو باش ما نديروش اشهار، فيهم بين 18 20 22 غرام. وما فيها باس اذا درنا الجبن مع زيت العود؟ بطبيعه الحال ماشي مشكل، لان هما ماشي هما نسبه الدهون كثيره، ولكن ماشي نفس الدهون، لان الفخوماج فيه دهون حيوانيه زيت العود دهون نباتيه، وبالتالي فما عندهمش نفس القيمه الغذائيه. ولكن هنا دابا هنا فين تيولي الاكثار بالنسبه للناس اللي عندهم زياده في الوزن ما خاصهمش يجمعوهم بجوج. الناس اللي ما عندهمش مشكل ديال الزياده في الوزن ممكن انهم يجمعوهم بجوج، ولكن الا انا باغي نضعف حنا في الحميات اللي تنعطيو بين المتكافئات الغذائيه اللي تنقولوا هي اما جوج معالق زيت البلديه اولا فرماجه. علاش؟ لان بجوج بهم فيهم الدهون ديالهم. الناس اللي مشاو مثلا للفخوماج 0% ماتيغ غراس اللي الناس ما تيعجبهمش في المذاق، مثلا الا هضرنا على انا ما بغيتش نعطي الاسماء، تيجي ناشف تيجي ناشف لوكو ديال. علاش تيجي ناشف؟ لان ما فيهش ليدام. كاينه الريكوتا اللي كتكون 0% زوينه ما كتجي تتعجبني ديال 30% زوينه. الريكوتا 0% المذاق ديالها ما محبوبش. كاين تيكون 10% ولا 15% ولا 20%، لان ديك ليدام هو اللي تيخلي ديك المذاق تيكون شي شويه الناس تيتقبلو بحال الحليب. الحليب 0% الناس ما تيتقبلوش، ملي تيتزاد ليدام دونك مزيانه 30% على ولا 10% على احسن من 60% ولا 70% ولا 80%. ولكن المشكل الناس اللي تيحطوا في 30% هو ان تيولي حاضر طيله اليوم في المائده، وهذا خطا. 30% راه نسبه كبيره ديال الدهون، راه ما نستاهلوش بها. ملي تنهضروا على 30% ديال الدهون راه الزيتون فيه 20%، فملي تنهضروا على 30% ديال الزيتون فيه 20% ديال الزيت، ملي تنهضروا على 30% ديال الليدان في واحد الغداء راه ماشي مساله ما تيبانش حيت ناشف، ماشي سهله، راه هي كبيره، راه الكميه اللي هي مرتفعه بشكل كبير. لان ملي تنجيو نشوفوا السعرات بالنسبه لنا راه رجال. انا باش نعطيك باش نخرجوا باب واسع القضيه ديال هذا، باش نعطيك السعرات الحراريه ديال الفرماج مثلا. خدينا فرماج عادي راه 400 سعره حراريه، الفريد 500 سعره حراريه، وبالتالي فما كاينش فرق كبير. 100 غرام غير هو الفرماج كما قلت لك الا خدينا 20 غرام ماشي بزاف، يعني كميه تتبقى كميه اللي هي قليله وكميه اللي هي دونك. باش نختموا ان الاستهلاك ديالو يوميا مفيد بالنسبه للجسم، وخاصو يكون خصوصا بالنسبه للمراه الحامل، المراه المرضع، الاطفال، الناس الكبار، الناس اللي عندهم مشكل ديال هشاشه العظام. غير هو ما خاصوش يكون كثير. فرمدان انا تمشي لحاجه وحده. لا فرمدان قبل ما نقول لك فطور ولا سحور، هو طريقه الحفظ ديالو، لان الاغلبيه ديال الناس تيبداو تيحطوا الفرماج هذاك الفخوماج غوج اللي هضرتي عليه محطوط في الزنقه في الشمس، الفرماج الاخر هذاك الاخر تيتحط هو في الشمس يتباع. الفرماج فيه مواد غذائيه اللي خصك تحتفظ بها في اماكن بارده، ما خصناش نشريوه من الزنقه. التناول ديالو ممكن يتخاد في السحور. الناس مثلا ممكن يتسحروا بطريقه الخبز والفرماج. واضح، شكرا لك سي نبيل عياشي. نمشيو لحظه عندك هدى، هو فكره اليوم.